بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة البي كي بروجرامر. راح نطبق مجموعة برامج. هذه البرامج تنطبق سواء تشتغلها سترينج او سي سترينج. احنا راح نشتغل كلها سترينج، لكن انت سواء تعرف سترينج او سترينج راح يشتغل وياهم اثنينهن. اوكي، راح نبدي ببرنامج بسيط او برنامجين. اول شغلة قبل ما نسوي برنامج، راح عندنا نص نفرض سترينج، مشكلته الان string text. اوكي، عندي هذا نص، خلينا نفرض انه يساوي لنا hello there. اوكي، اللي اريد اسوي برنامج بسيط يطلع لي طول النص بدون ما استدعي دالة length. اللي راح اسويه بكل بساطة التالي: هذه الكلمة اللي عندي اني هي hello world. هذا تنخزن بالذاكرة بالشكل التالي، خلينا نغير اللون. h موقع 0 1 2 3 4 5 6، ال o 7 8، ال r 9 10، وراح ينخزن وياها سواء string او سي string والرقم 11/0، واللي هو يمثل لي نهاية السترينج، يعني هنا اتوقف. اوكي، فاذا انا اسوي بحث عن هذا، يعني كأنما دا ابحث بمصفوفة عن عنصر، اسوي بحث عن هذا واتوقف بالمكان اللي القاه، اللي راح يصير انه اني راح اشر على هذا الحرف او على طولهن. ليش؟ هو انا بدي هنا من الصفر، اجي انفذ عملي واشوف شو اللي راح يصير عندي. بكل بساطه راح اسوي عداد، مثلا اسميه i، راح اسوي لوب فور الاي تساوي لي صفر. اوكي، هنا عندي اني شرط. اوكي، الشرط مالتي شنو راح يكون؟ راح يكون انه انت ما دام التكست، يعني نص، ما دام الحرف الحالي اوف الاي، يعني مثلا اول شيء راح اشوف الاتش، لا يساوي لي سلاش زيرو اللي هو هذا الحرف اللي قلنا عليه يصير ينضاف بالنهاية يتوقف، راح اقول له سوي لي i++. اوكي، زين، انا شو راح اسوي بداخل هذا اللوب؟ انت لو تلاحظ اي راح يمشي من راح القى هذا الحرف راح اتوقف. ممكن اسويها بطريقة اخرى اسهل، ممكن هذه الطريقة غير واضحة، انه ما اخلي شرط، هذا اللوب مالتي راح يظل يستمر i++، وهنا أنا اجي اقول له if text of i تساوي لي اقواس الاف، اذا text of i تساوي لي سلاش زيرو break. هذه الحالة راح يبحث، يطلع يمر على حرف حرف ويزيد الاي يزيد الاي الى النهايه، من يوصل لسلاش زيرو راح يسوي بريك. اوكي، زين، شنو اللي صار؟ احنا من سوي بريك بوقتها كان اخر شيء واصل على شقد هنا؟ على 11. اوكي، وراح يتوقف، يعني طول النص وين مخزون الان؟ مخزون باي. لو اجي اقول له سي اوت مثلا length equal to i، راح اجي انفذ، لاحظ انطاني length هذه الكلمة 12 اللي هي hello there، طبعا علامة التعجب الحرف ال 12، صارت لو اجي احسبها 1 2 3 4 5 فراغ 6 7 8 9 10 11 12، مضبوطة. اوكي، الشيء الثاني اللي راح اتعلمه اليوم نفس هذا الشيء. انا مثلا هسه افرض عندي اللينث صار موجود بعد ماكو داعي ابحث عنه، راح اضمن مكتبة اللينث او اضمن مكتبة السترينج، اوكي، هسه من اريد اسوي اي برنامج يمر على الحرف، انا فقط الفقرة الاولى اللي سويتها اريد اعلمك انه انت شلون تبحث عن السلاش زيرو، شلون تطلع طول الناس بدون استخدام داله. اللي راح اسوي الان، انا راح اسوي لوب يبدي من الاي، وما دام الاي
أصغر من text dot length. لاحظ أنا ما أحتاج أعرف أن طولها بعد إيش قد، هاي الدالة length اللي تعلمتها سابقا بدوائر string هي اللي راح تجيب لي إياها. أوكي الآن إذا أبحث عن حرف يدويا أطلع موقعه، أوكي مثلا حرف اللي صاير بالحرف الأو مثلا، راح أقول له if text of i تساوي لي حرف او، راح اقول له break، وهنا انا اطبع المكان راح اقول له see out، او خلينا نطبع داخل الاف راح اقول له see out found at وجد في، واطبع الاي لان الاي هي حاليا مأشرة على الاو اللي دا ابحث عنه. اوكي بحالة اخرى هسه خليني انفذ هذا البرنامج يطلع لي موقع الاو اذا موجودة وين، لاحظ found at 4. اوكي ممكن اطور هذا البرنامج اجي اعرف كاركتر هنا أنا مثلا اسميه سي اتش، وراح اقول له سي اوت انتر character you search about it. اوكي واطلب اسوي من مستخدم cm ch. الان قرأت الحرف ما راح اجي اقارن ويا حرف الاو، راح اقارن ويا الحرف اللي ادخلته. نفذ الان يقول لي دخل الحرف تبحث عنه، مثلا انا بهالو there مثلا ابحث عن حرف التي راح يقول لي found at 6. اوكي لهنا انتهى هذا الفيديو، شوفونا بالفيديو القادم ان شاء الله وبرنامجه.